نقول من هو، نقول من هو، نقول من هو. جهاد الجميل، الجميل الرائع جهاد. طبعا معنا الحين في الاستديو، نبي نشوف وش. هلا 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 هلا. اخبار؟ يلا حيا. سلام طال عمرك. منك منك منك. سلام. اي نعم. عطني هذه الكنزين. سكر عينك. الله يستر. طبعا المسابقة لازم تكون فيها تسكير عين وفيها ها، لان المسابقة اول شيء علمني. تقدم. يلا حيا. نورتنا هذا المطبخ، مطبخ الساري الجميل. اخاف من الظلام بس يلا. لا عادي. خليك طبيعي. بسم الله. انت مع الشيف برزيقة، فالطبخ محروق معنا. ما يحتاج. نبي نشوف كيف بتتعرف اليوم. ومعنا من الجهة الثانية الجميل الراقي ابو رويد من مكة. هياما يا ابويا. هلا هلا يا ابويا، كيفك؟ والله بخير. ايش اخبارك انت؟ ان شاء الله طيب، طيب مبسوط. طيبين. البس هذه يا جميل. الله يستر. حنشوف الجمهور شو يقول عليكم وش بيعطينا من طبخات. طبعا اول شيء جهاد، وش تحب تاكل؟ اوه لقد سالت عن كل عظيم. صباح وكل ظهر وكل عصر. سريع سريع عطني اياها بسرعه. الصباح اي ايش؟ كبده. ها؟ كبده كبده كبده. اي انزين. وجنبها عريكه. نعم. حق التحليه بعدين. نعم. وطال عمرك قلابه، صحن بس بسيط كذا. اي صغير. قلابه. ويسمونه في شيء يسمونه عندنا مزرعه جبن. هنا مزرعه جبن. اي اي كذا يعني بيض مع جبن. هذا الفطور. هذا الفطور. الغداء. ما شاء الله تبارك الله. قل ما شاء الله يضرك. كثر منها. قل ما شاء الله تبارك الله. يلا عطنا اياها. الغداء. الغداء، الغداء عندي احب يعني اتنوع فيه. ايه مالي فيه مود معين. ايه مرات طال عمرك رز. ايه مرات الهندي وما الهندي. ايه والسمك وما السمك. والله باي شغل عاد المدى. انزين العشاء، خش على العشاء. اما العشاء غالبا سندويشات. اي سندويشات. نزل لي برجر. اه نزل لي شاورما حبيبي. نزل لي احيانا عاد بيتزا يعني معجنات. جميل دسم شغل. ها اي ما انزين تساعد الاهل بعض المرات في الاكل في الطبخ في هالحركات ولا ما تساعدهم؟ عطني. شوف انا اجيب طلبات من برا يعني. يعني زي المرسول يعني. ها حبيب حبيب. انزين برويد يلا البس هذه. برويد يا اخي اشوف ترى من تحت. لا 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 والله مش افسخ النظاره. عشان افسخ النظاره. انزين افسخ النظاره كذا. ايش رايك؟ ايش رايك؟ ها ايش رايك؟ لا 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 افسخ النظاره والبس هذه. طيب يلا ترى برضو اشوف. ما علي عادي ما في مشكله. ما علي بس تغمض عينك عاد. طيب ابغى اغمض عيني. طيب خليني اغمض عيني كذا. ما علي. لا 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 لازم تلبس هذه. يلا برويد شنو فطورك؟ والله فطوري يعني اشياء متنوعه. إيه؟ ما افطر يعني. اشهر شيء عندك اللي اليوم الصباح فطرته؟ فول. جميل. انزين يعني اشهر انواع الغداء عندك؟ اشهر انواع الغداء. إيه؟ كبسه. كبسه لازم. كبسه سمك لازم. ربيان. كبسه دجاج. دجاج حبيبي. ما احب اللحم كثير. حبيب حبيب. انزين العشاء. العشاء غالبا يكون يا خفايف. إيه؟ بعض الاحيان سمك. بعض الاحيان سمك. انزين سمك يعني تعرف عندنا. هل اذا ام رويد ما دخلت المطبخ اي ولا الوالده ما دخلت المطبخ هل إيه؟ انت تلبس القناع الابيض وتدخل المطبخ؟ انا اكثر واحد البس القناع الابيض. اها يعني اكيد اكيد يعني في اشياء ام رويد يساعد فيها منك. اي كذا. لكن خليك محل. لكن ام رويد تعبت معي كل ما تعلمني طبخه. اليوم الثاني احرقها. تحرقها للاسف. حلو هذا يعني جميل. يعني ما تعلمت والله. اعرف اسوي بيض. ايه شايف. وتونه احطها في الصحن. جميل. والاشياء الثانيه يعني خليك خليك جميل. طيب. اعرف اسوي شاهي. شاهي إيه حلو. انا شايفك في الشقه تسوي شاهي وايد صراحة. صراحه بس زين نشوف الجمهور. نشوف الجمهور يقول ورق عنب. تحب الورق عنب ام رويد؟ ما تحب. تحب ورق عنب؟ لا اتعاطاه ابدا. ها يموت فيه. انا ريحته ريحته صراحه برضو يعني. ايه مكرونه بالبشاميل. انزين يا اخي المكرونه بالبشاميل اكلها. تاكلونها هذه إيه المبرونه بدون باذنجان؟ انزين الاندومي ما يجي معها. نو 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 اندومي دقيقة, دقيقه ما يجي معها باذنجان. وش اللي بشاميل الا في بعض الاحيان يجي جديد ما ادري ايش يحطون. دقيقه وش يحطون؟ اضافات. يحطون اضافات كذا. زين وش رايك يا جهاد؟ صحيح البشاميل لا ياتي معها باذنجان. خبره مدري والله. طيب ايش اللي يجي معها باذنجان؟ تبي طال عمرك مسقعه. اي مسقعه مسقعه هذه مسقعه. زين تتوقع في امهات يعتمدون على عيالهم في الطبخ، تدرون هذه المعلومه ولا ما تدرون؟ فين هالصح؟ تدرون ان فيه
أمهات يعتمدون بالشكل الأساسي على عيالهم في الطبخ؟ عيالهم عيالهم الأولاد. إيه الأولاد. عجيب. بس أكيد نعم. أكيد الولد من وين تعلم؟ لازم تعلم من أمه. يا سلام. ولا من أخته ولا من زوجته. إيه نعم. إيه صح صح صح. إلا أنا ما أتعلم. يعني في ناس. إنزين نبدأ. المسابقة كالتالي. غمضوا عيونكم حبايبي. تكفى ما في ورقة. طبعا الجمهور يعرف ان هذا فريق همذون ويعرف ان هذا فريق المجرة. طبعا اللي بيفوز له 20 درجة والجمهور تفاعلهم معنا له بيعطيك الجمهور 5 درجات. حلو. وانت بيعطيك الجمهور 5 درجات وانت وياه اللي بيعرف الطبق بياخذ 5 درجات. حلوين. يعني الجمهور منه 5 ومنك انت 5 يصير 10 درجات. حلو. اذا الجمهور مدعمك معنا نبي نشوف يكتب الساريه ويكتب همذون. الساريه المجره, المجرة. الساريه نبي نشوف اكثر عدد في الهاشتاج الساريه همذون الساريه المجره طبخه ابو رزيقه. طبخه ابو رزيقه نبي نشوف. بسم الله نبدا. يعني انت الحين بتذوقنا؟ انا بذوقكم طبخه حلوه. طبعا عندنا هنا طبخات متنوعة. أبى أذوقكم إياها. أبى أشوف هل تتعرف على الطبخة ولا ما تتعرف عليها. حلو؟ حلوين. حلوين حبايبي. عندكم شيء كذا فرائحي؟ كيف يعني تبغى يعني شودة شيء؟ حني قلبي على الفول والتميس البخاري المطبق أبو البيض والشفوت اليماني. بس الله الله. عندك شيء برويد عن والله حني قلبك على الفول. الله على الفول. انزين بسم الله الرحمن الرحيم. ونقول أول واحد بيتذوق معنا. أيوة. أنا خافت. الجميل الراقي أبو رويد. طبعا الريحة شيء دقيقة شيء جنان. دقيقة حبيبي. ها. انت اول شيء افتح فمي. دقيقة اول شيء حط يدك على خشمك وسد انفسك. سد الاي اي اي اي, اي, اي. ابي اشوف تتعرف عليه ولا. بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. يلا وش مكوناته؟ لا تقول لي الطبق اللي بيقولونه الجمهور. وش مكوناته؟ واضح هذا اعرف. يلا بس ما اعرف ايش المكونات. سريع سريع عطني مكوناته. صراحه ما اعرف ايش المكونات. اتوقع دقيق. ايه وسكر وممكن النسب. بعض الاحيان يحطون معه حليب, بعض الاحيان ما يحطون. في ناس يحطون معه حليب البودرة هذا. ايه وفي ناس لا. الجمهور ممكن. هل بيتعرف عليه؟ وفي شيء من المكسرات ما ادري ايش. حلو 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 برويد. حلو انزين نشوف الجمهور طبعا بيجاوب عليه. اذا جاوب الجمهور عليه واضح جدا طبعا ابعطيك 5 درجات. يا جماعة نشوف الجمهور. بسيط جدا. اكله معروفه في الحجاز. لا تبسط لهم يا طيب اسف. لا تبسط لهم. نبي نشوف الجمهور. هاي شوف الجمهور. نشوف الجمهور. الجمهور اشوف. بسم الله نشوف اول شيء. نشوف. بسم الله. قل بسم الله الرحمن الرحيم. انا اي بسم الله. خلينا نشوف تتعرف على الاكله ام لا. سكر خشمك. سكر خشمك. ايوه دقيقه باليمين صحيح. اشرح الطبخه. ما عليك منهم. اشرح الطبخه. بسبوسه غلط. دقيقه بسبوسه غلط طبعا. المعمول غلط. قريب. دجاج كودو غلط. بيض الكواكب غلط. الله اذوق مره ثانيه. قرب لهم يا ابو رزيقه. الإجابة دقيقة بعلمكم. يلا أشرح لنا الطبخة اللي عندك. سريع سريع. إن شاء الله. الطبخة عبارة عن عجينة إيه؟ رقيقة ملفوفة بداخلها جبن ثم توضع في الزيت. جميل. كذا ريحة الزيت فقط. الله. ثم يرش عليها قليل من الشيرة أو المستلة إلى غير ذلك. غالبا تكون في مائدة إفطار رمضان. جميل. طبخة لذيذة جميلة جدا. الله على المشاعر الحساسة. إنه جميل. شكلك بتذوقها صح يا أنا رومانسي معلش. يا سلام يا سلام. يعجبني الرومانسي. يعجبني اللي ماخذ الرومانسية في الأكل. رومانسية مع بطنه. طبعا إي مع الأكل طبعا. ما يصلح إنك تاكل وأنت تلعب جوال ولا تاكل وأنت فخلاص تاكل خل عندك الأكل. تتأمل قبل لا تاكل. يا سلام يا سلام. عندك نصائح لكن كيف تبدأ تاكل مع الأكلة؟
هل تتابع؟ في ناس يتابعون فيلم. شوف لازم لازم يكون بينك وبين الوجبة حب. آه. شايف لازم يكون في كيمياء بينك. مشاعر. أنت صحيح. هذا اللي يفهم. على أساس أنت تستمتع بالأكل. نشوف الجمهور إنزين. يقولون. جابوها إن شاء الله جابوها. يقولون الجيمات غلط. ألف مبروك جابوها قريبة. الله. طبعا ونشوف اصابع الجبن غلط بقلاوه غلط بقلاوه بق معليش خلاص غريب جاوب غريب جاوب نشوف يلا نشوف الجمهور شو يقول هنا نبي نشوف عن اجابتك يا لا مو الجيمات محشيه غلط يقول البغلاوه من البخ لا شوف اخاف عندكم في الحسا مسمى مختلف لا انا اخاف كذا حنا نبي نشوف الحين الجمهور شو يقول على اجابتك شنو هي هل وصفتها نبي نطلع فاصل ونرجع نشوف الوجبه ونرجع اطلع فاصل هيا اطلع المسرح اطلع المسرح اطلع المسرح السيطره